حددي الموضوع الإنسان برضو مؤلف خاص إن شاء الله تنال رضاكم.
ينادي عبد جوهري حلو العيون. Thank you.
بالتأكيد معانا الليلة حمزة سليمان وصادق شيخ الدين، وشكرا لهم برضو يعني هم مجبورين كلنا يعني. نحن هناخذ استراحة شوية، في نماذج حيقدموها الأخ صادق شيخ الدين على حسب الأكاديمية حمزة، لأن جيت متأخر. فتفضل صادق شيخ الدين. هنقدم عمل خاص اسمه حرب الكلام، وبعده هنقدم البديع على الهواء الزماني من أغنية الحقيبة.
حبيبي انا عندنا ابو اخوان عزيز مقطوع على الاستاذ الراحل حبيب يعني الزكراوي وان شاء الله تكون تنعم الله.
الإخوة والأخوات الموسيقيين والموسيقيات والفنانين اللي شاركوا، صادق شيخ الدين وحمزة سليمان وأخونا الأستاذ الفنان أسماء محي الدين، شكرا لكم لأنكم منحتمون هذه الأمسية والتي كانت نافذة كبيرة نحو أمل ليس فقط لشفاء عامر الجوهري ولكن بشفاء أكبر تعود عبره قيم النفير السودان العظيمة وقيم التعاضد والتسامح والوفاء ورد الجميل بعضنا لبعض. أرجو أن أشكر أيضا في هذه اللحظة الأخ الفنان لؤي شمت في السعودية، وهو الذي ابتدر المبادرة العظيمة للتضامن مع عامر الجوهري، و يعني أرجو أن أحيي فيه وفي المشاركين جميعا وفي الحضور روح الفنان وروح الوفاء وروح محبة عمل الخير والعمل الإنساني. أرجو أن نستمر جميعا بذات النهج، وكلنا نحتاج إلى بعضنا البعض. لؤي، أيوة يا لؤي، معك الحضور كله عبر الهاتف، ممكن تقول كلمة. سمعنا كلنا يا لؤي. ومعاك بنرفع يدنا للدعاء، يا رب اشفي عامر الجوهري واعد بصره واعد عامر سليم ومعافى لاصدقائه ومحبيه، امين يا رب العالمين. شكرا جزيلا واخليكم تواصلوا وياكم. انت جايين وين؟ تذكرة أخرى بمبلغ 500 جنيه دخول للحفل، الغريب ما قعدت كثير زافة مشكلة. تذكرة ب 500 جنيه دخول لهذا الحفل من الأستاذ صلاح محمد عثمان ياسين مدير المنتدى العائلة، وحقيقة كثير هناك من الأسماء بس نحن ما استأذننا أصحابها، لكن كثير جدا من الأسماء اللي قطعوا تذاكر بمبالغ يعني أكبر من قيمة الحفل. أنا أشكر لكم هذا الحضور نيابة عن عامر الجوهري و شكرا لكم، وإن شاء الله هذه بوابة اتفتحت نحو مجتمع سوداني معافى وأصيل وجميل ومتنامية فيه قيم الخير والمحبة والتسامح والتعاضد والنجدة والنفير. شكرا لهذه الأمسية وشكرا لكم. نحن برضو حاضرين تاني ممكن نعمل حفلة واثنين وعشرة لخاطر عامر ولخاطر كل مبدع، لأنه ممكن تيجي علينا الحاجة لا قدر الله. فإذا في أي مبادرة تانية أنا والزول والمجموعة تبرع برضو قالوا عند جلال بيعمل حفل هنا، إن شاء الله الناس كلها تيجي وتساهم يعني بإذن الله. كتر خيرهم. شكرا جزيلا، طبعا خير.